تالي موضوعنا الطبي لليوم بهم كل الأمهات يمكن اللي عم يتابعونا. اليوم بدنا نحكي عن صحة الفم للأطفال، تأثير السكريات على أسنان الأطفال، قديش ممكن فعلا تشكل بكتيريا، ممكن يكون في مشاكل بالأسنان، نخور، بالإضافة لرائحة الفم الكريهة. ويمكن سالي دائما بنشوف مجتمعاتنا بيقول لك هذا ولد صغير خليه ياكل، معلش صحيح. لا تحرمي صح. لا صحيح. في نسبة من السكريات ما بصير تدخل على الجسم بعمر مبكر لأنه إلى آثار كتير سلبية على صحة جسم الإنسان وعلى أسنانه. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة هزار نشاوي، اختصاصي في طب الأسنان. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم دكتورة هزار. يسعد صباحك. ويمكن موضوعنا بدت نور هيك بشغلات عن جد مهمة وخاصة للأطفال، يعني إنه الطفل أي معلش ياكل اللي بده إياه، وعن جد بصير في إهمال كتير كبير حتى من الأهل يعني. فخلينا أول شيء نبدأ تناول السكريات، قديش هي مضرة على الأسنان؟ هي على الصحة مضرة ولكن بنخص الأسنان هالمرة. تماما. هلا بشكل عام السكر نحن لما بنتناوله مثل ما بنعرف انه البيئه الفمويه بتحتوي بالعاده على جراثيم طبيعيه، يعني هي بتكون متعايشه مع الفم، لكن لما بيدخل السكر للاسنان وخاصه اذا كان بكميات كبيره فهو بيتحد مع هاي البكتيريا الموجوده بالاسنان وبيتحول لحموض مسيئه. هاي الحموض بتدمر من بنيه السن او بالاحرى بتزيل من طبقه المينا مع الوقت، فتكرار العادة كتناول السكريات بكميات كبيرة ولزمن طويل بخلينا نفقد بنية المينا بشكل مبكر خاصة عند الأطفال. مثل ما حكيتوا الأطفال بعمر مبكر نحن في كتير مفاهيم خاطئة، خصوصي لما بنعطيه مثلا عنا متلازمة اسمها الرضاعة الطبيعية، يعني عن طريق ما يسمى نعطيه الحليب عن طريق الببرونة بالطريقة العامة. فنحن لما بنعطيه من خلال من عمر الأشهر لمدة سنتين نكون عم ندمر له بنية الأسنان، خاصة خلال فترة طويلة بالليل، يعني هو بياخذ هذا الحليب وبينام لمدة 4-5 ساعات. هون بنية الأسنان السكر مع الوقت خلال هالفترة الطويلة بتصير بتفقد المينا مع الوقت، وبتبلش عندي نخور بتتشكل خاصة على الأسنان الأمامية، يعني الأسنان الأمامية هي اللي بتتأثر بالبداية وبتدمر عندي بنية المينا ومع الوقت العاج وبصير عندي نخور ومشكلة واسعة بالأسنان. دائما بنلاحظ فعلا عند الاطفال الاسنان الاماميات هن اللي فيهم النخور وفيهم مشاكل، بس قديش مهم نحافظ على صحه الطفل، صحه فم الطفل من البدايه. يعني نحن عم نقول كنا بالمقدمه انه مثلا بتلاقي ولد عمره سنتين عم ياكل شوكولا، عم ياكل ايس كريم، بتلاقيه عم ياكل احيانا المصاصه اللي هي طول الوقت على الاسنان سكريات. هي كمان بنشوفها بشكل شائع، بيقول لك انا ما بدي احرم ابني. لا، فيني انا بنفس الوقت ما احرمه ببعض القصص الصحيه لحافظ على البنيه الصحيه للاسنان، خصوصا اللبنيات. يعني احيانا بنشوف اطفال اللبنيات اللي ما فرموا بتلاقيهم مسوسين وفيهم مشاكل كثير كبيره. كثير مهم نحن نحافظ على صحه الاطفال بمراحل مبكره، لانه بنجنبهم بمراحل متقدمه انه نحط مثلا تقويم يفقدوا اسنانهم بوقت لاحق. الاسنان اللبنيه كثير بفكروا الناس انه هي اسنان نحن بنفقدها وبتعود، لا، الاساس هي الاسنان اللبنيه انه نحافظ عليها، لانه اذا صار فيها مشاكل بصير عند الطفل مشاكل بالنطق، ممكن مشاكل بالتغذيه، إذا فقد أسنانه اللبنية بوقت مبكر ما عاد فينه يمضغ الطعام، ممكن مشكلة تجميلية للأطفال بالمدرسة بيعانوا منها. فلا، الحفاظ على الأسنان اللبنية كتير عامل مهم بمراحل مبكرة. نعم دكتورة هزار، أيضا حكيتي عن البكتيريا، أنه البكتيريا هي اللي موجودة بالفم هي أحيانا بيكون لها نافع للجسم، ولكن هي مضرة أحيانا للأسنان إذا كان في سوء خلينا نقول تصرف للشخص. كثير أشخاص بيناموا بيتعشوا وبيناموا بلا ما يفرشوا أسنانهم، كان هي سبب للنخور وتعشش البكتيريا. اي تمام. هلا نحن لما مثلا بنقلل من المحافظه على الصحه الفمويه، بنقلل من التفريش مع تناول الحميه الغذائيه او تناول غذاء بيحتوي على سكريات او كربوهيدرات، هذا الشيء بيخلي اللويحه تتراكم لوقت طويل. مع الوقت بصير الاسنان تراكم البليك على الاسنان لوقت طويل بيسبب لي النخور. هي ممكن تبلش بنخور بدقيقه بسيطه نحن ما نشعر فيها، يعني بتبلش بتكلسات بيضاء، بقع بيضاء، لكن مع الوقت النخور بتصير جائحه نحن بنشعر فيها بوقت دخول الالم فقط. ممكن هذا الوقت يعني نحن بنقدر نحافظ على السن انه بس نعالج النخر ونحط حشوه تجميليه او طبيعيه، او ممكن نحن ساعتها اذا كان النخر كثير جائح بدنا نستأصل العصب بمفهوم انه نسحب عصب السن.
تمام. فنحن امراض الاسنان والبخور السنيه كثير فينا بدايتها بده يكون من المحافظه على صحه الاسنان، من التفريش، من ازاله اللويحه بشكل سليم. طيب خلينا نحكي عن يمكن كيف فينا نحافظ على صحة فم الأطفال بشكل سليم، ما نتعرض لهدول التفاصيل بعمر مبكر، يعني من عمر السنتين فينا نقول كيف فينا نحافظ، لأنه حتى التوجه لدكتور الأسنان مع النخر وهي والتكاليف هلأ الكبيرة فينا نتجنبها من خلال المحافظة على الأسنان من البداية. هلا بالنسبة للأطفال كل الدراسات الطبية بتقول إنه نحن لازم نبلش نهتم بأسنان الأطفال أو نفرشيهم مع بزوغ أول سن لبني. يعني نحن مو مثل ما بيقولوا إنه لا الطفل ما بيعرف يفرش أسنانه، ممكن يعني يبلع المعجون بكميات كبيرة تأذي جسمه، ففينا نحن من خلال عناية الأم مع الطفل إنه تبدأ بتفريش أسنانه. إذا كان بالأشهر الأولى ممكن بقطنة مبللة إنه هي تأمله اللويحة الموجودة على الأسنان أو بقايا الحليب الطبيعي أو حتى الحليب اللي بيتناوله الطفل. فينا نحن بأعمار لما الطفل بفوت على المدرسة نعطيه معجون أسنان حاوي على فلورايد. تحرير الفلور هو بقي من النخور أحياناً. فينا نطبق للطفل الفلور بالمدرسة من خلال مضامد فموية أو حتى منطبقها بالعيادة. نعم. طبقة من الفلور بتقي الطفل من الإصابة بالنخور. في مواد كمان بالنسبة للأطفال بتمنع من النخور منطبقها بالعيادات، مادة كتير بسيطة وشفافة هي مادة سادة بنسميها، هي بتمنع النخور وبريفنتيف، يعني كتير بتعمل وقاية للطفل انه يطمن. آمنة للأطفال طبعا اذا هي بتكون يعني مواد مدروسة، اذا طبقت ضمن العيادة السنية بشروط معينة آمنة وفعالة بالنسبة للنخور. نعم، يعني ايضا مثل ما بنعرف نحن الاطفال بيحبوا المشروبات الغازيه، يعني مثلا وخاصه الملونه اللي بتحتوي على سكريات كثير كبيره، قد ايه كمان في لها اضرار، خاصه يعني لو اسنان الاطفال هي اسنان لبنيه كمان ايضا ممكن تاثر على اللثه على النيره تبعهم، يعني مع بيكتروا كثير من المشروبات الغازيه. صحيح. هلا المشروبات الغازيه مثل ما بنعرف بتحتوي كثير على نسبه سكر وبالاضافه هي لمواد حمضيه. هلا هي المواد الحمضيه بتساوي عند الاطفال يعني ما يسمى بالتاكل الحمضي، تاكل حمضي معمم، يعني بتزيد من حموضه المعده وبتاثر على الاسنان، ممكن على الطبقه الخارجيه. مع الوقت ممكن ايضا تسبب انحسار باللثه وتراجع لثوي، فنحن ما كثير بننصح الصراحه بتناول المشروبات الغازيه. هون الصحه الغذائيه يمكن التغذيه بتلعب دور. تمام. قديش فينا نحافظ على صحه اسناننا وعلى نظافتهم؟ نحن بشكل عام حتى يعني للاطفال وللكبار انه لازم نتجنب تناول المشروبات الغازيه، انه بتسحل كثير من طبقات الاسنان، يعني بتنقص من عمر الاسنان. فنحن اذا شربنا لازم بعدها نشرب كميات بسيطه ونقوم بالمضمضه بالماء، ما نفرش الاسنان لمده ساعتين، لانه في كثير مفهوم شائع انه التفريش مباشره بعد الطعام والمشروبات الغازيه كمان بيسحل طبقه كبيره من الاسنان او المينا. فنحن لازم بالدرجه الاولى نتجنب المشروبات الغازيه، نقلل منها للحد الادنى ونعتني ايضا نزيد العنايه الفمويه. يعني ايضا كمان دكتوره هزار بدنا نحكي عن رائحه الفم الكريهه اللي حتى بيعانوا منها نور، يعني عندهم في عالم مشكله فيها. صح، حتى الصغار بشكل ممكن نلحظها. صحيح. يعني رائحه الفم الكريهه خلينا نحكي هي مشكله شائعه، في لها سبب رئيسي، واحيانا بيقولوا انه بيكون هضمي، يعني غير الاسنان هضمي بيكون. مثل ما حضرتك حكيتي هلا مشكله رائحه الفم مشكله شائعه الحقيقه، وكثير مرضى بيراجعوا العيادات وبيشكوا منها بدون ما يعرفوا السبب. هلا اسبابها العديده، بالدرجه الاولى سوء العنايه الفمويه، يعني في مريض مثلا بيكون مرضى ما بيفرشوا، يعني سوء اعتناء بالتفريش. عدم العنايه بالتفريش مثل ما بنعرف بيخلي فضلات الطعام تتراكم بين الاسنان، مع الوقت بتتخمر هي البقايا وبتتحول لبلاك ولويحه بتسبب هي الرائحه الكريهه بالدرجه الاولى. هلا ممكن يكون سبب رائحة الفم ايضا بعض الامراض، ممكن امراض معدية بوجود بعض الجراثيم مثلا، او ممكن التدخين بالعادات الفموية. نفس الاسباب، يعني احيانا بنشوف في اطفال عندهم رائحة فم كريهة، ممكن احيانا بيقول لك لانه بيشرب حليب بعده صغير، لانه طفل. هلا ممكن يكون عند الطفل سببين، ممكن رائحة الفم الكريهة او التهاب اللوزات. التهاب اللوزات بيسبب رائحة
فمكريها، لانه بيكون في عندنا جراثيم لا هوائيه باللوزات هي اللي بتسبب، يعني بالنهايه في بكتيريا موجوده، بكتيريا هي السبب الرئيسي بهي الرائحه. طيب يمكن عم نشوف مثلا بالاونه الاخيره مثل ما قلنا نخور بشكل كثير كبير عند الاطفال، قديش فيني انا اتحكم بهذا النخر؟ يعني مشان الطفل ما يخسر سنه، قديش النسبه لازم بتكون فينا تمام. نقول لانه في كثير بتلاقيهم بمرحله كثير فينا نقول متقدمه بيقولوا لك لا هذا بدنا نستغني عن هيدا السن وبدنا نعمل تلبيس او نعمل جسر، بعده ولد صغير، كيف فينا نحافظ على هي الاسنان مع النخور من طبعا. خلال معالجتها؟ مثل ما حكينا في اجراءات وقائيه كثير بالنسبه للاطفال عديده، ابتداء من نعطي الطفل فلور عن طريق انه المضمضه او طريق الجهاز الهضمي، نحن بنضيف فلور للماء فلورة الماء، او عن طريق بنطبق في ماده وقائيه ايضا هي ساده للنخور، يعني نحن بنطبقها باسنان الاطفال خاصه الخلفيه، بيمنع النخر من التمدد، يعني بيمنع بيوقف النخر وبيمنع من تقدم النخر تمام. حتى الاسنان السليمه بيمنع من انه يبلش النخر فيها تمام. وفي مواد بتحرر الفلور، هي الماده بتحافظ على البيئه الفمويه عند الطفل وبتمنع من بدايه النخر. ففي اجراءات عديده عند الطفل لازم الاهل يهتموا فيها ويساووا له اياها، بالاضافه للمراقبه الدوريه عند طبيب الاسنان، ممكن الخاص بالاطفال او العام كل اربع سنين. يعني الاطفال بتلاقيهم اخر خيار بالنسبه لهم، بخافوا من دكتور اسنان، فعم نحاول يمكن نحكي بعض النصائح من خلال ممكن الام تعملها بالبيت. اكيد اكيد، نحن كل ما حافظنا على صحه اطفال الاسنان كل ما جنبنا بالمراحل يعني المراهقه او شيء انه يحط تقويم اسنان، يعني كل ما حافظنا على بنيوتون وبنيه العظم عند الطفل جنبنا مشكلات تاليه كوضع التقويم، تزاحم الاسنان، هي المشكلات الشائعه عندنا. تمام دكتوره، ايضا خلينا نحكي عن الطرق التنظيف والعنايه الصحيحه بالاسنان وخاصه التفريش، يعني احيانا بيفرشوا اسنانهم هيك لازم يكون بشكل عمودي دائما، نحن بنوع او ثلاث ثواني انه فرشة اسنان واجب علينا وخلاص، فقديش مهم انه يكون في طريقه صحيحه لتفريش الاسنان، ايضا المضمضه ضروريه، وعدم مثلا الاكل الحوامض كثير ايضا ممكن يأثر على الاسنان تمام. طريقه التفريش هلا نحن لازم بالبدايه بالنسبه لفرشات الاسنان، بالحالات اللي ما فيها امراض نستخدم فرشات اسنان ناعمه، ما كثير نحن نرد اللثه اثناء التفريش، يعني بنعرف كل شيء زايد عن حده صح. ممكن يضر الجسم، فاللثه اذا انا فرشت بطريقه يعني بقوه زائده او راضه بياثر على اللثه وممكن تتراجع، لا نحن انا بفرش بطريقه يعني بقوه متوسطه وبطريقه دائريه، بفرش من اتجاه اللثه لاتجاه الاسنان. بالنسبه للمضامد الفمويه يعني يفضل انه نحن نعمل مضامد مرتين باليوم، مره صباحا ومره مساء، حاوي على الفلور. هلا ممكن نستخدم مضامد ما تحتوي على الملونات مشان ما تسبب تصبغ الاسنان. الخيوط السنية كثير مهمة، نحن نساويها مرتين اسبوعيا. هي قليل بتلاقي الناس يمكن بتهتم فيها، صوتي هي قاسية او صعبة وكمان بدها مجهود وقليل، بس صحيح. هي مهمة لازم نعملها مرتين بالاسبوع، تاخذ وقت طبعا، هي اهميتها بتزيل الويحة اللي ما بتقدر فرشات الاسنان انه توصل لهالمناطق، فبتزيل هي البكتيريا. بالاضافه كمان تنظيف اللسان هو كمان مكان بتتجمع فيه كميه كبيره من البكتيريا داخل الفم، فكل هي الاجراءات اذا اتبعها الشخص بشكل دوري كافيه بانه يحافظ على صحه اسنانه. طيب احيانا بنشوف خلال تفريش الاسنان دائما في دم مرافق خلال هون، بيكون في مشكله باللثه، هلا اذا مره واحده ممكن هي مثل ما قلنا سينا على اللثة، بس اذا بشكل دائم يعني انا عم فرش اسناني بشكل مستمر في نزيف او بتلاقي شويه دم مرق وانت عم تنظفي اسنانك. صحيح، هلا النزف اذا كان بدرجه خفيفه او خفيف اثناء هو شكل طبيعي، يعني يعتبر علامه طبيعيه من علامات اللثه السليمه، بس طبعا لما بيزيد النزف عن حد معين اذا كان معمم على كل الاسنان ونحن بنلاقي ممكن باضافه في علامات اخرى احمرار باللثه مع النزف، ممكن يكون في التهابات لثويه بهي المنطقه فعلا، يعني طبعا هي القصه بقى بتصير التهابات لثويه بسبب حساسيه سنه، نحن لازم نعالج هالالتهابات اللثويه بهالفتره. صحيح، ايضا خلينا نحكي شو الاوقات اللي لازم الواحد يفرش فيها اسنانه؟ عن جد في احيانا عالم انه يلا بعد ما تاكل اي لقمه بتروح بتفرش اسنانها، يعني مثل ما حكيتي دكتوره كل شيء زاد عن حده ونقص، هلا ممكن مره الصبح ومره المساء، يعني الطريقه والوقت اللي لازم الواحد ممكن يستفيد منه وقت يفرش اسنانه شو هو؟ هلا هو المفروض الواحد بعد كل وجبه طعام صبح وخلال بعد الغداء وفتره العشاء لازم يفرشي تمام، بس اهم مرحله بالتفريش هي قبل النوم.
لانه نحن يعني الشخص اذا تناول عشاء وما فرش اسنانه ممكن تتراكم اللويحه مده 6 ساعات، هي اكبر عامل مسبب لامراض اللثه وبدايه النفور. فاهم وقت للتفريج هو طبعا قبل النوم، اهم من باقي الفترات. هي الطبقه اللويحه اللي عم نحكي عنها هي الطبقه البيضاء اللي بتكون فوق الاسنان، يعني بتشوف مثلا من الحالات دائما عند الاضراس الخلفيه في طبقه بيضاء قاسيه، لانه يمكن فرشاه الاسنان ما بتوصل لها، او يمكن عمليه التنظيف تكون غير صحيحه، او مثل ما قلنا تسربات من الاطعمه. هي الوحيحه اللي يعني نحن عم نقصدها ولا شو بنسميها؟ هي الطبقه الكلسيه، هذا الكلس بنسميه، او بالمفهوم الطبي القلاح. هذا الكلس اللي بيتجمع نتيجه تراكم اللويحه لمده 3 اشهر 4 اشهر. هذا سببه، هذا الكلس سببه اللويحه، انه الشخص ما بيفرشي لمده 3 اشهر 4 اشهر. هلا ممكن الكلس يتشكل ايضا نتيجه طبيعه اللعاب، طبيعه المي، بس طبعا اذا كان في عنايه فمويه وتفريش بمرات عديده نحن بنخفف من طبقه الكلس بالحد الادنى. حلو كثير. يعني كمان ايضا دكتوره حكينا عن مواضيع جدا حساسه ومهمه، بدنا نرجع نحكي عن شغلات التجميليه. دائما بيلجأوا للشغلات التجميليه قبل المعالجه، قديش مهم انه نعالج النخور قبل البدء باي عمل تجميلي. وعم نشوف ايضا حالات كثير اللي عم يحطوا فينير احيانا عم يصير عندهم كمان خراجات، التهابات مو معروف سببها، احيانا بيكون سببها عدم سحب عصب السن او عدم معالجته قبل البدء بتجميله. قد ايه مهم هذا الصف؟ صحيح، كثير صبايا وسيدات عم يلجأوا بالوقت الحالي نحو مفهوم الفينير والتجميل وهالقصص، بس بالبدايه انا قبل ما اعمل اي اجراء تجميلي لازم يكون عندي الاسنان صحيه وسليمه، يعني خاليه من النخور، خاليه من الالتهابات اللثويه، لانه اي اجراء تجميلي انا بدي اجي احط مهندسات على الاسنان، على اسنان فعلا هي منخوره ومهدمه او في نخر قريب للعصب، انا حيفشل عندي التجميل ومشكله النخور والاعصاب حتزداد بالبدايه. فانا لازم ركز بالبدايه عالج الاسنان، زيل منها النخور، الاسنان اللي بتحتاج لسحب عصب اسحب عصبها، بعدين الجا للحل التجميلي. يعني الحل لازم نعالج الاسنان بالبدايه بعدين التجميل. صحيح. بالختام بدنا نشكرك دكتوره هزار نشاوي اخصائي طب اسنان على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا وشكرا لكم.